أيها الحفلة الكرام، الآن أريد أن أقدم إليكم طالبة من فصل السادس كي تخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوعية التشبه بالكفار، فأنادي عميرة خاتون أن تجيء على منبر الجلسة وتخطب، والالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المؤمنين فائقين درجة، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صالحين إيمانا واعتقادا. أما بعد، رئيس الاحتفال المؤخر وسادة الأجلاء والإخوة الكرام، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية مختصرة حول موضوع التشبه بالكفار، فالرجاء منكم جميعا أن تصمتوا وعملوا بالأمور التي ستجيء في الخطبة. إخواني في الله، إن الله تعالى جعل الإيمان بالله أفضل كل شيء في العالم، وجعل الكفر بالله أبغض من كل شيء. لذلك الرجال الذين آمنوا وعملوا بالصالحات هم الذين يحبهم الله تعالى، يدخلهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا بالله وارتكبوا كثيرا من الذنوب والمعاصي هم الذين يحبهم الله تعالى. لذلك ورد في الكتاب الذي لا ريب فيه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية الكريمة تدل بالإيضاح على أن المسلمين الصادقين هم خير البرية وخير الخلق الذي يوجد في العالم. وعكس ذلك، إن الذين كفروا بالله وبركوا من أمور الدين هم شر البرية. فكيف يلائم للذين سلموا واتقوا أن ينسوا مشية الذين كفروا من اليهود والنصارى والإنجليزيين الذين سيدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا. والأحاديث النبوية الشريفة أيضا تهدي إلى هذا الصراط الصحيح الذي اختاره القرآن. فقد جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. عندما ظهرت هذه الحقيقة أمام الرجال العقلاء والناس كافة، فلا يلائم لأي رجل من الناس يسقط بالعقل السليم والذهن المستقيم أن يتبع خطوات الكفار والفجار ويمشي مشية الرجال المغضوب عليهم الضالين من الصراط السبيل. ألا تعلمون أن دول العالمين تحدد لباسا خاصا مزجا مستقلا للمدنيين والأسقريين؟ عندما يخرج أحد من المدنيين في زي أحد من الأسقريين يلقى القبض عليه ويسجن لأنه خالف القانون المدني والدستور الأسقري. إنه تشبه بالأسقريين مع أنه من المدنيين. فعندما لا يجوز هذا العمل في مدننا ودولنا في فعالنا وأمورنا، فكيف تجوز هذه الأمور في ديننا وأخلاقنا وشيمنا وخصائرنا؟ فيا أيها المسلمون، توبوا إلى الله